السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شيخ مصطفى، بعد إذن حضرتك عايز حضرتك يعني توضح لي، هو ممكن الدعاء يغير من القضاء؟ وفي إيه الأمور، وخاصة إن أنا أعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا لسعد بن أبي وقاص طول العمر، هل دي برضه خاصة بالنبي بس؟ ولا إحنا ممكن ندعي؟ ولا الدعاء مش بيغير القضاء؟ على كل، نحن أمرنا بالدعاء، نحن أمرنا اصبري، لو سمحت اصبري علينا، اصبري علينا، نحن مأمورون بالدعاء ومأمورون بالإيمان بالقدر، فلا إشكال علينا أبدا، نؤمن بالقدر وندعو، كما أننا مؤمنون بأن الرزق مكتوب وندعو بالرزق ونسعى للرزق، ففي المعتقد موقفنا سليم وفي العمل موقفنا سليم. الفلسفات لا معنى لها، يعني أنا معتقد تمام الاعتقاد والحمد لله أن الشافي هو الله، ولكني أخذ بالأسباب وأتداوى، لقول النبي عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء. ففي باب الاعتقاد اعتقادي صحيح، وفي باب العمل عملي صحيح. أنا مؤمن بالقدر وأمرت بالعمل، أؤمن بالقدر وأعمل كما أمرني ربي سبحانه، بس وخلصت المشكلة، انتهت المشكلة، لا مشكلة بعد ذلك، خلاص. عايزة تولدي مشكلة ولديها لنفسك، لكن الآن كل المسائل زي ما نحن زي ما نعتقد أن الأجال مقدرة، ولكن ندعو أيضا. قال الرسول في شأن أنس: اللهم أطل عمره و بارك له وأكثر ماله وولده، دع له بطولة العمر، بطول العمر. فلا مانع من الدعاء مع الإيمان بالقدر في كل أمورنا، في الرزق، في التطبيب، في النصر على الأعداء، في كل. أنا أؤمن أن النصر من عند الله، ولكن أيضا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ففي باب الإعداد أعددت، وفي باب الإيمان بالقدر أمنت. ما وراء ذلك فلسفات ابتعدي عنها، والسلام عليكم.